بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله عاقبة
وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا
الذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن أو يأتي
يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن
النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من وأن الله هو العلي الكريم ألم تر أن الله أنزل من السماء تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير صدق الله.